إلهنا لأجل أن يؤهلنا لسماع الإنجيل المقدس. نقف ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف بشارة القديس مرقس البشير. المجد لك يا رب المجد. فلنصيب لما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومي حنوطا ليأتينا ويحنطنا يسوع. وبكرنا جدا في أول الأسبوع وأتينا القبر وقد طلعت الشمس وكنا يقولن في بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. وتطلعنا فرأينا الحجر قد دحرج وكان كبيرا جدا. فلما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين عليه حلة بيضاء. فاندهلنا فقال لهن لا تنذهلن إن كنا تطلبنا يسوع الناصري المصلوب. قد قام ليس هو هاهنا. إن كنا تطلبنا يسوع الناصري المصلوب. قد قام ليس هو هاهنا. إن كنا تطلبنا يسوع الناصري المصلوب. قد قام ليس هو هاهنا. قد قام ليس هو هاهنا. وها الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا من القبر وفررنا، وقد أخذتهن الرعدة والدهش، ولم يقلنا لأحد شيئا، لأنهن كنا خائفات. حقا المجد الثالث القدوس الواحد في الجوهر المحيي غير المنقسم كل حين آن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. مسيح قام من بين Oh,
صنع الرب. ليقم الله ويتفجر جميع أعدائه وليهرب مبغضوه من أمام وجهه. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. ليبيد كما يبيد الدخان وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار. يجرك رمزانا صناتم بسيسة يدي سنتس من ماسي زعيم هاري صابيو. لذلك يهلك الخطاة من أمام وجه الله وليفرح الصديقون مسرورين. مسيح قام لبين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونتهلل به. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كريستوس أنستي إكنكروم ثناتم خميسة يدي سنتس من ماسي زعيم هاري صامينو. بسلام إلى رب نطلب يا رب. لأجل السلام العلي وخلاص نفوسنا إلى رب نطلب يا رب. لأجل سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدس واتحاد الجميع إلى رب نطلب يا رب. لأجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان ورع مخافة الله إلى رب نطلب يا رب. لأجل أبينا وبطريركنا يوسف المعبود وكهنته المكرمين وشمامسة خدام المسيح وجميع الكيروس والشعب إلى رب نطلب يا رب. لأجل حكامنا ومساعديهم وجنودهم ولأجل مؤازرته في كل عمل صالح إلى رب نطلب يا رب. لأجل هذه البلدة معلولة وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى رب نطلب يا رب. لأجل اعتدال الأهوية وفرة غلال الأرض وأزمنة سلامية إلى رب نطلب يا رب. لأجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتعبين والأسرى ولأجل خلاصهم إلى رب نطلب يا رب ارحم. لأجل أن يمنحنا الرب يسوع المسيح مخلصنا الانتصار والغلبة على مشورات الأعداء المنظورين وغير المنظورين إلى رب نطلب يا رب. لأجل أن يسحق سريعا تحت أقدامنا سلطان الظلام وقواته كلها إلى رب نطلب يا رب. لأجل أن يقيمنا معه وينهدنا بنعمته من ظلمة أجداد خطايانا وزلاتنا إلى رب نطلب يا رب. لأجل أن يظهرنا لامعين وابتهجين مجد قيامته المقدسة إلى رب نطلب يا رب. لأجل أن نكون مستحقين نعمة الولوج إلى خدر عرسه الإلهي غير الموصوف ومسرورين بشركة خدامه العلويين وكل التغامات القدسية متمتعين به في الكنيسة المنتصرة إلى رب نطلب يا رب. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى رب نطلب يا رب. عوضنا وخلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب. لنذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة لذكرية مريم وجميع القدسين والنودع المسيح لها ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها لك يا رب. لأنك نورنا وقيامتنا أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد ولأبيك الأزل وروحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. C'est en fait
ce rite-là, j'appelle trois fois que ces portes séculaires s'ouvrent. Voilà. Et après la troisième fois, on pousse les portes qui s'ouvrent en fait totalement et on attaque le royaume de Satan. C'est ça l'attaque, ce rite. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. من هذا ملك المجد؟ هو الرب العزيز الجبار، الرب الجبار في الكبار يرفع